بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى الحصة اللي راح تكون اليوم حصة دسمة نوعا ما، لكن إن شاء الله أنها لطيفة وسهلة، فيها كثير من المعلومات. إحنا راح نحكي عن ثلاث موضوعات أو ثلاث شبات رئيسية تحت موضوعات متعددة كثيرا. الموضوعات الثلاثة اللي راح نحكي عنها هي أول موضوع اللي هو إحنا نسميه Blood nutrition and immunity. وهذا موضوع عند immunity surgery، الموضوع اللي هم في جراحية. هذا الموضوع الأول. تحت هذا الموضوع حنحكي عن عدة أشياء. حنحكي عن الدم ومكونات الدم الرئيسية وأعراض نقل الدم. بعدين راح نحكي عن أنواع، وهذا تحت البلد يندرج. راح نحكي عن أنواع الإميونيتي اللي هي الموجودة في الترانسبلانت ريجكشن، يعني في عمليات نقل الأعضاء لما يصير رفض لنقل العضو. كذلك راح نحكي إن شاء الله تعالى على موضوع الفلويدز، أي فلويدز أنواعها المختلفة، شو يعني أيزوتونيك وشو يعني هايبرتونيك وشو يعني هايبوتونيك. راح نحكي عن هاي الأشياء إن شاء الله. ثم راح نحكي عن الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، هم أهم ثلاثة مينرالز عندنا في الجسم، علوهم ونزولهم شو أسبابه الرئيسية وكيف تظهر الأعراض، كيف نعالج. كمان راح نحكي كمان على الأسيد بيس ديسوردر اللي هي pH أسيدوزز والكالوزز، وراح نحكي عن البادي ماس إندكس أو معدل كتلة الجسم، غير هاي الأشياء أو مؤشر كتلة الجسم. هاي الأشياء راح نحكي فيها إن شاء الله تحت هذا الشابتر. ثاني شابتر راح نحكي فيه إن شاء الله تعالى هو شابتر السكين. في السكين إن شاء الله تعالى سكين سيرجري، هنا مش الديرماتولوجي وهذاك موضوع باطني. راح نحكي على السكين كانسر، راح نحكي عن السكين انفكشنز، وراح نحكي عن بعض الإضافات زي الكلاسيفيكيشن اوف وونز، الجرح النظيف الكلير والجرح الكونتامينيتد والكلير كونتامينيتد الى اخره ان شاء الله تعالى. اخر شغله راح نحكي عنها هي اليورولوجي. اليورولوجي او جراحه المسالك، دير بالك هو من الاشياء اللي شوي غريبه في الجراحه، إنه آخرها بتخلص أولوجي زي مواد الباطنية، كارديولوجي، إندوكرينولوجي إلى آخره، لكن حرفياً ترجمتها للعربي جراحة المسالك البولية. نعم، طب الكلى والمسالك البولية بنسميه نيفرولوجي. يعني غالباً إحنا يكون عندنا كارديولوجي، كاردياك سيرجري، نيورولوجي، نيورو سيرجري. هون ما عندناش مثلاً يورو سيرجري ويورولوجي اللي هي الباطنية، لا، عندنا يورولوجي ونيفرولوجي. نيفرولوجي هو الباطن، يورولوجي هو الجراحة. هاي من الأشياء اللي شوية مختلفة. اليورولوجي هنحكي بس عن موضوعين، هما testicular torsion والأكيوت epididymitis، لأنه من بعد الأكيوت epididymitis لآخر المنهج كل الحصص موجودة مسجلة، كنت شرحتها لدورة سابقا، يمكن نسوي عليها شوية تعديلات بسيطة ونصير ننزل لكم إياهم إن شاء الله تعالى حصتين، مثلا حصتين كل يوم أو حصة حصة أو ثلاث حصص ثلاث حصص، بحيث إنه يكون منهج إن شاء الله كامل معكم. وهذا أنا هيعطيني فسحة من الوقت خصوصاً في الفترة الصباحية زي هيك، لأن المحاضرات تريد مسجلة. خلينا نبدأ مع أول شيء. إن شاء الله تعالى راح نبدأ زي ما حكينا في البلد نيوتريشن أند إميون سيستم. أول شيء خلينا نبدأ مع موضوع البلد. إذا أول موضوع راح نبدأ معه هو موضوع البلد. بدي إياكم تعرفوا الأشياء التالية إذا سمحتوا. إذا افترضنا إنه هذا وعاء دموي آرتري، في داخله في سائل أحمر إحنا بنسميه الدم. لو جرحت واحد بيطلع الدم، فما هو الدم؟ الدم هو مكون من خليطين اثنين فقط لا ثالث لهما. الخليط الأول اللي موجود في الدم هو السيلز. الله، الدم في خلايا دكتور؟ طبعا. إيش معنى يعني؟ إيش معنى كل أعضاء الجسم في خلايا إلا الدم؟ يعني طبعا في سيلز. وثاني إشي غير السيلز اللي بلازما. واحد يحكي لي استنى يا دكتور، يعني أنا لما أسمع كلمة بلازما هي عبارة عن دم ناقص سيلز؟ يس، عشان هيك لونها أصفر. البلازما لونها أصفر، الدم لونه أحمر. طب السيلز شو هم؟ السيلز هذا رابع ابتدائي، ثلاثة أنواع: كريات دم حمراء RBCs، كريات دم بيضاء White BCs، وبليتلتس أو صفائح دموية. إذن هذول الثلاثة أنواع من السيلز الموجودة، هذول يسميهم Blood Cells. RBCs هم نوع واحد ما فيش غيرهم. White BCs أنواع كثيرة زي الإيزينوفيلز والبيزوفيلز أو النيوتروفيلز، هاي كلها أنواع وايد، والليمفوسايتس أنواع وايد بسيس، البليتلتس أنواع واحدة كمان، نوع واحد. هاي أنواع، نوع بليتلتس أر بسيس نوع، الوايد بسيس أنواع، كلهم لونهم أبيض فبسميهم وايد بسيس، كريات الدم البيضاء أو خلايا الدم البيضاء. إذا هاي كلها خلايا دم،
فالبلازما لما تسمع أنه مثلا بدنا نسوي لحد نقل بلازما حرفيا معناها أنه نقول له دم بس بنشيل منه السيلز. لأن هاي هي مكونين الدم اللي موجودين. لكن حقيقة أنك ممكن تطلع من الدم مكونات أخرى. زي إيش على سبيل المثال؟ واحد قال لي عشان تفهم زي إيش هي البلازما، شو فيها السيلز عرفناهم، طب البلازما عبارة عن إيش؟ البلازما عبارة عن، ها تعال نشوف مع بعض شو في داخل البلازما. البلازما عبارة عن ماء، صح ولا لا؟ مش مية، H2O. المذيب الوحيد في جسم الإنسان هو الماء. عشان هيك جسم الإنسان، إذا حد فيكم كان شاطر في الفيزياء كنا ندرس إيش اسمها الأوزمولاريتي والأوزمولاليتي، ونحكي في فرق بينهم في الجسم. في الطب ما في فرق بين الاثنين، لأنه المذيب الوحيد في الجسم هو الماء. ما عندي زئبق بيذوب في المختبر، آه جيب زئبق وتذوب جوا مواد، لكن في جسم الإنسان المذيب الوحيد، الإشي الوحيد اللي تذوب فيه الأشياء هو الماء، مذيب ومذاب. طب شو المذاب فيه؟ والله في عندي هرمونات، والدم هذا مش فيه هرمونات؟ طبعا فيه هرمونز. والله فيه غازات زي الأوتو مثلا، CO2 فيه غازات، الانفوش فيه غازات. ها شوفي كمان عندي فاكتورز تبعت الكلوتينج. فاكتورز تبعت الكلوتينج هم من 1 ل 13، وإن كان في واحد منهم مش موجود محذوف، يعني هم عمليا 12، لكن أرقامهم من 1 ل 13. وعندي فاكتور اسمه الفون فيليبراند، هي W هاي، ولكن الW هاي زي فوكس فاين، نحكي فون فيليبراند فاكتور، فون فيليبراند فاكتور، أوكي؟ أو ممكن على طول فون فيليبراند VWF فاكتور. هاي الفاكتورز كلها مذابة في المية وشكلها للبلازما. رائع جدا. الآن أنا شو ممكن أسوي من مكونات الدم؟ أشهر مكونات الدم حاجة نسميها الهول بلاد. هول بلاد معناها الدم كامل، تأخذ الدم كاملا كله على بعضه، بلازما بالسيلز. ممكن إيش تأخذ كمان؟ ممكن تأخذ كمان لحالها بلازما، نسميها فريش فروزن بلازما. ليش بسميها فريش فروزن؟ لأنها بتطلع متجمدة. لو حد شاف فيكم البلازما هاي بتحطها بفريزر، هذا بنحطه بثلاجة. درجة الستورينج هون بالمناسبة تقريبا 4 درجات مئوية، من 2 ل 6، يعني درجة حرارة الثلاجة، ثلاجة 4 مئوية. البلازما بحطها مفرزة، يعني هذا بيطلع مفرز مثلج، أوكي؟ هذا حرفيا قبل ما تنقله للمريض، كثير المرات تحكي المريض حطه تحت إبطك لو سمحت لحديت ما يذوب، لأنه حياخذ وقت ليذوب، هذا بيكون مجمد. بعدين لما يذوب يعني يسخن شوية أو يدفى شوية بنبدأ ننقله. فالبلازما عرفنا شو. طب شو ممكن تأخذ أنت كمان غيرك؟ ممكن تأخذ حاجة اسمها packed RBCs أو RBCs مجمعة. شو يعني؟ هتأخذ من whole blood RBCs بس، مش كل الخلايا، هتأخذ بس كرات الدم الحمراء. شو كمان ممكن تأخذ لحاله؟ ممكن تأخذ البليتلتس. البليتلتس لو أخذتهم لحاله بيكون لون الكيس برتقالي يا شباب، ما تنساهوش، لونه برتقالي ليس أصفر. مين اللي لونه أصفر؟ البلازما لونها أصفر. البلازما لونها أصفر، أوكي؟ أوكي، هذول لونهم أحمر بالمناسبة. أوكي، هذا أحمر، هو البلد لونه أحمر، الأربسيز لونها أحمر كمان غامق شوي. أوكي، إذا البليتلس لونها برتقالي، هاي لونها برتقالي البليتلس، هاي طريقة حفظها شوي غريبة، لازم تضلها بتتحرك، تتحط على جهاز زي هيك، جهاز زي هيك، وبتضل الجهاز هذا يميل، هيك وهيك، ضل يميل يمين وشمال، يميل يمين وشمال، يروح ويرجع، يروح ويرجع، يميل، علشان البليتلس ما تلتصق في بعضها، لأنه أصلاً الصفائح الدموية مهمتها الالتصاق. تمام؟ وإذا افترضنا أنه طبيب أو ممرض بده ينقله من الجهاز لمريض والمريض بعيد وهو ماشي، لازم يحرك إيده يمين وشمال عشان ما يلتصقوا في بعضهم. طيب هاي البليتلس شو ممكن أطلع؟ ممكن أطلع حاجة اسمها الكرايو بريسيبيتيت. كرايو معناها البارد، بريسيبيتيت معناها المترسب، يعني حرفيا صار اسمها المترسب البارد، لانه الكرايو بريسيبيتيت في جزء من انتاجه انك بتبرد، في جزء انك بترسب، وسموه على يعني اسم الطريقه اللي انت شغال فيها، كرايو بريسيبيتيت. كرايو بريسيبيتيت هذا ايش عباره عن ايش؟ ما هو الكرايو بريسيبيتيت؟ كرايو بريسيبيتيت هو عباره عن سائل ماخوذ من الدم. هذا السائل فيه الفاكتور تبع واحد، مش احنا قلنا فيه من 1 ل 13، في واحد وفيهم بنكتبوا باللاتيني في الثامن، هيك انكتب الثامن، وفي العاشر 13، اسف هيك انكتب 13، اذا بدك تتذكرهم تذكرهم 1813، 1813، 1813، زائد في ماده الفايبرونكتين، فايبرونكتين، زائد في الفون فيليبراند فاكتور. هذا هيك على بعضه بسميه كرايبرسيبيتيت. طب متى اسوي هاي؟ والله هول بلاد، تخيل بعوض لواحد مثلا نزيف شديد او شيء، اعطي له هول بلاد
صح ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ البلازما متى انا ممكن انقل لمريض معين ايها الاخوه الكرام بلازما على سبيل المثال؟ مرات انا بنقول البلازما في حالات البينز، في حالات الكواجيلوباثي يعني مشاكل التخثر. طب في حالات التخثر انا مش محتاج السيلز، نقص التخثر محتاج الفاكتورز ال 13، مش محتاج لا الوايت بي سيز والار بي سيز ولا البليتس. فبتشتغل في البلازما ممكن. الار بي سيز لو واحد عنده انيميا شديده ونقص في الار بي سيز ممكن اعوض له، مظبوط ولا لا؟ البليتلس لو واحد عنده ثرومبوسايتوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا يعني نقص بليتلس، ليش نقول له كل الدم؟ اعطي له بليتلس وصلى الله وبارك. الكرايو بريسيبيتيت من الاشياء اللي فيه الفاكتور 8 نقصه اللي موجود في الكرايو بريسيبيتيت، هاي نقص الفاكتور 8 بسميه مرض الهيموفيليا اي، وبالتالي الكرايو بريسيبيتيت مشهور نقله في الهيموفيليا اي على سبيل المثال، كمان في البون بالبران ديزيز اللي هو نقص البون بالبران فاكتور، وهكذا. اذا هاي مكونات الدم الاساسيه بدي اياك تعرفها. بدي اياك تعرف حاجه ثانيه كمان لو سمحت، انه احنا الدم غالبا نحكي على الهول بلاد لما نحفظه بنحفظه بدرجه 4 مئويه، الوحده بتكون عباره عن 500 مل يعني نص لتر. 500 مل هذول اللي بيكونوا جوا كيس الدم بيكون منهم 400 مل دم و100 مل مواد احنا بنضيفها لمنع انه يتجلط، ما هو حيتجلط على بعضه حينشف الدم. سو هم عباره عن 400 من الدم و100 مل مانع تجلط. معلومة أكيد أنتم عارفينها، إنه أنت لما تتبرع بدم لمريض داخل عمليات، هلا الدم اللي أنت بتتبرع فيه بيدخل على بنك الدم، ما بيروحش للمريض اللي أنت متبرع له، لأنه هذا الدم اللي أنت تبرعت فيه لسه حيفوت في عمليات فحص ويتأكد ما فيهوش مرض، ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش فيروسات، ما فيهوش بكتيريا، وبعدين يضيفوا عليه 100 مل، ياخذ منه 400 مل دم ويضيفوا عليه 100 مل انتي كواجولانس ويجهزوه وبيعطوه لمريض بعدين. طب ليش مرات تلاقي منشور على الفيسبوك يقول لك حالة طارئة نقل دم الآن ولا مش هيدخل عمليات؟ لأنه بنك الدم لو أعطى دم للمريض بدون ما يدخل له بديل المستشفى هتحكي يا سلام، معقول يعطوا مريض ما يعطلوهوش دم؟ معقول يا جماعة نكون أشرار زي هيك؟ طب أعطيه له وإن شاء الله بعدين بنجيب. لو المستشفى اتبع هاي القاعدة الطيبة في يومين ثلاث ويسكر ما فيش عمليات، خلص خلص بنك الدم. وبالتالي أنا هاي من الأشياء اللي مقتنع فيها، مرات تكون الأشياء في ظاهرها الشدة وفي حقيقتها الرحمة، زي منع بنك الدم لعملية طارئة أنها تشتغل إلا لما يدخل له دم، لأنه أنت بدك تحفظ هذا البنك أنه يظل موجود فيه. يعني فكرة شبيهة بخرق السفينة اللي موجودة في سورة الكهف، أو بهد السور، أو بإقامة السور عفوا اللي كان حينهد إلى آخره، يظهر بظاهرها أنه هي شر إنما هي خير. فهم بيدخلوا مكان كل كيس طلع كيس مكانه، لازم احنا محتاجين 10 وحدات دم لهالعمليه الطارئه، روح احكي لقرايبك جيب لي 10 وحدات، تمام؟ طيب اذا هاي الاشياء لو سمحتوا حطوا لها في بالكم. اعراض نقل الدم، مرات بيكون في مشاكل في نقل الدم. موست كومن كومبليكيشن اسمها فيبرايل رياكشن. فيبرايل رياكشن انه بتصير عند المريض رد فعل حراره وبصير عنده فيفر وتشيلز، اوكي؟ هاي موست كومن، يعني اكثر شيء لو حتصير مشكله، مش ضروري تصير مشكله، لو حتصير مشكله اسوء شيء هي الفيبرايل رياكشن. رائع جدا جدا جدا. طيب شو في مشاكل ثانيه؟ نقل الفيروسات ممكن؟ ممكن. نقل البكتيريا ممكن، فيروسز ممكن، نقل البكتيريا، نقل الديدان شو الأخبار ممكن. طب غير نقل الديدان فيروسات والبكتيريا شو ممكن كمان؟ ممكن البلاستيك. شو البلاستيك دكتور؟ هو الدم في بلاستيك؟ لا، بس الكيس بلاستيك، بلاستيسايزرز بنسميهم، مرات هي بتسبب تسمم. هاي خصوصا الأشياء لما يكون نقل دم بنسميه مسيف كمان بيصير، واحفظها معاي لو سمحت. في نقل الدم العنيف البوتاسيوم بيعلى والكالسيوم، الكالسيوم بيقل سو بصير عندي هايبركاليميا اند هايبوكالسيميا. اوكي شو هو المسيف؟ المسيف في اشياء ثانيه بس احكي عنها، مرات تصير امبوليزم، اير امبوليزم، مرات تصير عندك حاجه اسمها ثرومبوفليبايتس. ثرومبوفليبايتس التهاب في الوريد اللي انت مدخل فيه الكانيول اللي بتدخل له الدم، واشياء اخرى كثير جدا الاعراض اللي ممكن تصير. الان السؤال شو يعني مسيف بلاد؟ هاي غالبا تصير الاشياء مع المسيف اكثر. المسيف، مسيف يعني عنيف شديد كثير قوي. شو يعني مسيف؟ مسيف انك تنقل اكثر من 5 وحدات. الوحده الواحده ذكرنا 500، يعني 5 يعني 2500 مل، يعني لترين ونص مره واحده. او له تعريف ثاني انك تنقل اكثر او يساوي يعني 10 وحدات اللي هي 5000 مل او 5 لتر في 24 ساعه. هذا بسميه مسيف بلاد ترانسفيوجن، بسميه مسيف بلاد ترانسفيوجن.
رائع جدا. يعني هاي الاشياء كنت حاب احكيها على البلد. نيجي نحكي على اللي بعده على موضوع الترانسبلانت ريجكشن. ترانسبلانت ريجكشن اللي هو رفض نقل الاعضاء. هي القصه بسيطه جدا، يعني بدي احكيها بشكل مختصر ان شاء الله ما يكونش مخل. احنا الان كل واحد عنده جهاز مناعي، جهازك المناعي عامل زي الجيش والشرطه في اي بلد. هي لو شافت مواطن ماشي من بلدها بتحكي له يعطيك العافيه وبتمشي، ولكن لو شافت مواطن غريب مخرب بتهاجمه وبتقتله. السؤال اللي بيطرح بعده هي كيف بتعرف المواطن وكيف بتعرف الغريب؟ الشرطة والجيش بيحكي لك أعطيني هويتك والآي دي نمبر تبعك، وبيطلع بيجد إنه آي دي كويس ممتاز ومعلوماتك بتدخلها على الكمبيوتر مش مطلوب، بيحكي لك تفضل روح. ماذا يفعل جهاز المناعي في أجسام الإنسان؟ الخلايا اللي ماشي اللي هي المواطن حاملة هويتها عليها لبرا، أعلام أنا بسميها، اوكي، يعني قصه طويله جدا اللي هي الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، لكن هي ماسكه اعلامها عليها. فلما تيجي الدوريات تبعت الجهاز المناعي تطلع هاي الاعلام تاعتنا، اهلا وسهلا تفضل ما تهاجمش الخلايا. لما انت تجيب خلايا من برا الاعلام اللي حملها هي اعلام العدو، مباشره تهاجمها. في عمليه ترانسبلانتيشن، ترانسبلانتيشن انت بتنقل عضو لعضو. خلينا نفترض انك انت بتنقل كليه، طب انت لما تنقل كليه بتنقل خلايا الكليه، هاي معها ما فيها خلايا، صح ولا لا؟ 100%. وبالتالي الجهاز المناعي الدم هو ماشي حيطلع قبة هاي الخلايا حامله علامه مش تاعتنا، حيصير يهاجم فيها. عشان هيك احنا بنعطي للمريض ادويه تخفف مناعته، يعني كانه احنا بنعطي اشياء تضعف جهاز الشرطه والجيش علشان ما يهاجمناش، لانه احنا متعمدين انه ندخل هذول الاجانب لهون اضطرارا اللي هو العضو الاجنبي. رائع جدا. انا عندي حاجه ترانسبلانت ريجكشن او رفض العضو. ترانسبلانت ريجكشن له نوعين رئيسيين. النوع الاول وهو نوع منطقي انه الجسم يرفض العضو، يعني شو يعني الجسم اللي نقل له العضو يرفض العضو المنقول له. خلينا نفترض انه انا بدي انقل على سبيل المثال كليه، يعني نرسم كليه هون، هاي الكليه الجسم يحكي لها وهي الجسم التي نقلت له الكليه، الكليه اكبر من الجسم بس مش مشكله، يحكي لها مش موافق. هاي مش موافق تأتي بثلاثة أشكال، إما أنها تكون هايبر أكيوت، وإما أنها تكون أكيوت، وإما أنها تكون كرونيك. لو سمحت ركز معي في الفرق. الهايبر أكيوت هاي نادرة جدا 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 جدا، هاي سببها مش مشكلة مناعة، هاي سببها عدم توافق الدم، أنت ناقل دمين أصلا غلط. وهاي هايبر أكيوت معناها مش حادة أو سريعة، حادة جدا لدرجة إنه الجراح أول ما يحط العضو يلاقيه قدامه بدأ يصير فيه تليف وبدأ يعني ينضرب، بدأ مباشرة قدامه بدأ يموت العضو هو في العملية، يعني هايبر أكيوت. وهاي خطأها كارثي، كيف تغلط هيك غلط؟ يعني غلط مصيبة كبيرة جدا. فإت إز فيري رير هايبر أكيوت. إذا هذا بيصير وأنت جوا العملية. الأكيوت لا، بياخذ فترات أطول شوية، بياخذ تقريبا أسابيع لأشهر قصيرة. This is the most common type of rejection. اوكي، اكيوت ريجكشن از ذا موست كومن تايب. طيب هذا شو سببه؟ هذا سببه تي سيل ميدييتد. شو يعني تي سيل ميدييتد؟ يعني خلايا التي سيلز وهي جزء من خلايا المناعه، جزء من جهاز الشرطه والجيش اللي موجود في الجسم، بروح للكليه وبكسرها رغم انك انت معطي مضاعف مناعه. الكرونيك برضه تي سيل ميدييتد، اوكي، برضه لكن بياخذ من مانث تو ييرز، فترة أطول ليكسر العضو. مين الموست كومن؟ هو الأكيوت. بالمناسبة على أنواع الهايبر سنسيتيفيتي، والهايبر سنسيتيفيتي لها أنواع، الهايبر أكيوت تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، الأكيوت تايب 3 أور تايب 4، عفوا تايب 4 الأكيوت، الكرونيك تايب 3 أور تايب 4. تمام يا شباب؟ طيب هذا النوع كله نوع الأول اللي هو الجسم رفض العدو. رفض العدو، أنا كتبت ليش رفضت العدو؟ يلا رفض العضو، أنا العضو يعني ماشي. الآن النوع الثاني ممكن تكتب إنه العضو رفض الجسم، إذا أنت حابب العضو رفض الجسم ممكن تكتب شيء أفضل، تكتب رضينا بالهم والهم مرضيش فينا. ومعنى هالكلام إنه في هاي الحالة اللي حيصير إنه تخيل إنه أنت عندك كلية وإنسان، تخيل إنه الإنسان يقبل الكلية ولكن الكلية هي اللي تحكي الإنسان المواجهة مش معجب فيك، حرفيا رضينا بالهم والهم مرضيش فينا، حرفيا هذا اللي بيصير. هاي اللي بسميها الجرافت versus host. الهوست هو المستضيف الإنسان، والجرافت هي العضو المزروع. سو الجرافت هو اللي رفض الهوست هاي المرة. هاي المرة برضو تي سيل ميدييتد، بس التي سيلز هاي المرة جاية من العضو هذا وتروح تهاجم الجسم وتكسره، برضو تايب for hypersensitivity مش دارجة كثير. most common is acute 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 acute. الجسم يرفض العضو اللي هي اللي بنسميها الهوست versus graft. الهوست هو اللي يرفض الجراف.
أتمنى تكون أمور هاي واضحة. في مرة إجا سؤال قبل 5-6 سنين ولا أكثر، قبل 10 سنين، يعني بيحكي لك إنه كيف لو أنت نقلت الآن كدني نفترض أو ليفر أو أي شيء، أنت مباشر راح توصل أوعية دموية لإلها علشان تغذيها، فهي حتاخذ تغذيتها من الدم. بس يقول لك لو أنت نقلت سكن جلد، أنت في نقل الجلد ما بتوصل أوعية دموية، أنت بتحطه وبتزرعه حرفياً زي ما بتزرع التبعات الزريعة أو تبعات اللي هي العشب الصناعي هذا اللي بيجي هيك رقعة كبيرة، أنت بتزرعها. السؤال، وبعد فترة إحنا عارفين إنه بعد فترة راح تبدأ الأوعية الدموية تشبك فيها وتوصل لها الغذاء، مش مختلفين، إحنا عارفين هذا الشيء. لكن السؤال، خلال أول أيام من وين حياخذ هذا السكن تغذيته؟ هذا السؤال إجابكم مرة كان على شكل MCQ. أوكي، بياخذ تغذيته الإجابة على السريع عشان مطولش، عن طريق حاجة اسمها الإمبايبيشن. إمبايبيشن حرفيا معناها التسريب، التشرب، بتشرب. عارفين الكنافة لما تحط عليها قطر كيف بتتشرب القطر؟ نفس الشيء السكن، هاي قطعة الكنافة هي بتصير تتشرب من البلازما اللي تحتها. ما انت ما بتحط السكن على سكن، انت بتشيل السكن الخربان اللي تحت وبتحطها مباشرة، السائل اللي تحتها تصير تتشرب وتاخذ نيوتريشن، هذا اللي بيكون موجود. طيب خلينا نيجي نحكي على مواضيع أخرى إذا سمحتوا، على الفلويدز. الآن لما نيجي نحكي على الفلويدز، وهذا الموضوع هو موضوع ذو شجون، سجون يعني ذو إيش؟ ذو تفاصيل وتشعبات كبيرة جدا. لكن خلينا نحكي عن بعض الأشياء الأساسية اللي تهم الجراح وبعض المفاهيم الرئيسية. رقم واحد، بدنا نكون عارفين كالتالي، إنه التقسيم الجسم الإنسان 70% من جسمه مي. أوكي، 70% مش 7، 70%. وهذا معناه كالتالي، إذا افترضنا إنه أنا عندي إنسان وهذا الإنسان وزنه 100 كيلوغرام، قديش راح يكون من وزنه مي؟ 70 كيلوغرام. بالمناسبة اللتر يساوي الكيلوغرام، أوكي؟ و70 لتر، رائع جدا. إذا هو 70% من وزنه سائل. السؤال الآن، وين موجود هذا السائل؟ أنا عندي 70 لتر 70 كيلو سائل مية، وين موجود؟ وين موجود؟ أوعكم حد يحكي لي في الدم جوا الأوعية الدموية أنت عندك 5 لتر، في 65 لتر وينهم؟ أنا في جسمي ما عندي مواسير علشان يكون جواها 65 لتر، هذول أين موجودين؟ تعال خلينا نشوف مع بعض إذا سمحتوا التوزيعة. التوزيعة تبعت السائل في جسم الإنسان 66% منها و33% منها، خلينا نصحح الأرقام، 66% منها و33، يعني المجموعة بعض 100% 99، بس يعني 100%. 66% أنا بحكي 66% من كل المي مش من الجسم، يعني من ال 70 لتر أنا بس بحسب، من واحد وزنه 100 كيلو أصلا، أنا بخاطب ذكائك. الآن بحكي 66 99 70 لتر اللي هي 70% من ال 100%، أنا هسه باخذ 66 من ال 70 لتر اللي هم كانوا 70%. على كل حال، ال 66% هذول الموجودين هون وين موجودين؟ موجودين انتراسيليولر، هي الخلايا عبارة عن حجار ولا جواها سائل؟ سيلز. جوا الخلايا في جسمك، كل الخلايا، اي خلايا دكتور؟ خلايا السكن والمسلز والنيرف سيستم ولا لا 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 والتيشوز، كلها في داخلها في مي. 66% من ال 70 لتر اللي في جسم الواحد اللي وزنه 100 كيلوغرام عباره عن سوائل، يعني او السوائل 66% منها عفوا موجوده جوا الخلايا، اتفقنا. طب وال 33 موجوده اكسترا سيلولر برا الخلايا، دكتور نفس المشكله، وين يعني برا الخلايا؟ معلش وين؟ والله موجوده في مكانين، اول مكان بين الخلايا بنسميه انتر سيلولر. شباب في الطب انترا يعني داخل، انتر يعني بين، اوكي؟ فانتر سيلولر في عندي هون سائل بين الخلايا، وين كمان؟ سائل جوا الاوعيه الدمويه. اذا بين الخلايا وجوا الاوعيه الدمويه عندي سائل، اللي جوا الاوعيه الدمويه 8%، اللي بين الخلايا تقريبا ايها الاخوه الكرام 25%. سو 25% 8% بيعطيني 33%، و66% بيعطوني 100%. إذا حسبتها في الأرقام من 70 لتر تقريبياً حيطلع لك إنه هنا 5 لتر تقريبياً، يعني احسبها إذا أنت هيك على فضاوتك، وتقريبياً حيطلع لك إنه هنا عندك 17 لتر بين الخلايا في الجسم كله، وتقريبياً حيطلع لك إنه جوا الخلايا موجود عندي 46 لتر من الماء. هاي توزيعة السوائل في الماء. طيب رائع جداً، ليش يا دكتور بتحكي لنا هالكلام؟ ركز معي في الكلام الجاي. هاي سل، وهي احنا بين الخلايا انتر سيلولر، اوكي، وهي عندي هنا وعاء دموي، وانا عندي مي هون وعندي مي هون وعندي مي هون، والمي هاي مش مي صافيه، هي مش مي زمزم، المي هاي مذاب فيها املاح وصوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وهرمونات وجلوكوز وكل شيء مذاب فيها.
يعني هي فلويد. السؤال الآن، هل في انتقال بين السوائل بين هاي الثلاثة الدرجات ولا ما في؟ يعني هل موجود هون يظل موجود هون للأبد واللي هون للأبد؟ السؤال طبعا لا، الماء أو السائل ينتقل بهذا الاتجاه وينتقل بهذا الاتجاه عبر عدد من الطرق. شو أهم طريقة؟ أهم طريقة هي فرق الضغط، فرق التركيز. المية أيها الإخوة الكرام تحب تروح للمكان اللي تركيزه عالي. مرة ثانية، المية تحب تروح المكان اللي تركيزه عالي، اللي نسميها الخاصية الأزمولارية، اللي هي خاصية الانتقال من التركيز الواطي للتركيز، من التركيز العالي للتركيز عشان تعادل التركيزين، هي الانتقال من التركيز الواطي للعالي. خلينا نشوف مثال عليها. اطلعوا علي، نفترض أنه أنا عندي صندوق بهذا الشكل. هذا الصندوق لو أنا حطيت في نصه لوح حديد مصمت يعني مسكر 100%، وعبيت هون مية لهون وعبيت هون مية لهون، مش هيخفلتوا الميتين لأنه بينهم حديد، أنت شايفه مسكر 100% صح ولا لا؟ 100%. طيب تخيل نسوي تجربة ثانية الآن، نسوي نفس السطل لكن هاي المرة مش حط، حط هون شبك، شبك عريض من اللي هو هيك هيك جاي، اللي هو أنت ممكن تدخل أصابعك فيه، تدخل أصابعك من هون نص إيدك تفوت. هحطه هون، لو حطيت مية في أي مكان من الواضح أن المية حتنتقل هون، حيتساوي لأنه ولكنه موجود المية بتعدي. ولو حطيت جوا المي مركبات أخرى زي ملح ذوبت فيه برضو حتعدي، الشبك واسع هذا جدا. لكن لاحظ معاي إنه الطريقة الأولى أنا بحكي عن الحديد اللي كنت حاطه، غشاء الحديد اللي في النص، بأنه غشاء غير نفاذ ما بيعدي ولا شيء، حط أي شيء هون حط أي شيء هون ما يعديهمش. إنما هذا الشبك الكبير هو غشاء نفاذ بيعدي أي شيء تحطه من هون لهون، ولكن الخلية وما بين الخلايا والوعاء الدموي الجدران تبعتهم هاي هاي والمناطق هون الموجودة وهاي الجدران تحت الخلية، لا هي حديد يعني لا هي غير نفاذة ولا هي شبك كبير يعني نفاذة، ولا شو هي؟ هي في النص، حاجة نسميها سيمي بيرميابل. سيمي بيرميابل معناها نفاذية شبه نفاذية أو شيء زي هيك. وهذا نستخدمه كنا في المختبر في نوع من الورق اسمه ورق الترشيح، بيمرق أشياء وبيمرقش أشياء، يعني في أشياء معينة هاي خواص في بعض المواد. خلينا نأخذ مثال السطل نفسه. لو أنا اشتريت من مكان معين وجبت هذا الغشاء الشبه نفاذ، شبه نفاذ معناه بيجي زي الورقة هيك، هاي الورقة تعدي المي مش زي الحديد، بس مش هتعدي الأشياء اللي أكبر مجزئات المي زي إيش؟ زي الأملاح مثلا، أملاح كبيرة، الملح حتى لو ذاب بيظل كبير. وأنا لو أجيت أنا صبيت مي هون، اللي راح يصير إنه الجسم راح يعادلها هناك. ليش؟ إنه المي بتعدي من الشبه النفاذ. ولكن تخيلوا معي التالي، بتعرفوا لو أنا في المثال هذا صبيت مي هون وهون بهذا الشكل، خليني بس أقلل أيوة خليني أحكي صبيت هون وهي توازن، ثم أجيت أنا كبيت ملح هون، كيس ملح وكبيته، ماذا يحدث؟ يصبح تركيز هاي المية عالي، ملح كثير ذايب فيها صح ولا لا؟ وهاي خفيف ما فيهاش ملح، اللي حيسويه هذا الشبه نفاذ حيعدي مي بس ما يعديش ملاح، حيسحب من المية هاي لهون. هتجد الشكل الأخير اللي صار معك إنه المية هاي هيك والمية هاي صارت هيك وبينهم غشاء شبه نفاذ. صدقوني هذا اللي بيصير، هاي المي حتنزل والمي هاي راح تطلع لفوق والملح راح يتوزع كل المي. هاي حيلة فيزيائية أو خاصية فيزيائية سوتها المي عشان تعادل التركيزين، هي استطاعت انها تعدي المي وما استطاعتش تعدي الملح. طب نفترض انك انت حطيت ملح هون، صار التركيز هون عالي، حيرجع يشفط من المي اللي على اليمين ويوديها على الشمال، وهكذا نفس الفكرة بتصير في جسم الإنسان. أنا عندي الخلية وعندي بين الخلايا وعندي الوعاء الدموي، وبصير في عندي انتقال عن طريق هاي الخاصية أو تشبهها الأزمولارية حسب التركيز. وبالتالي لو واحد من الأشخاص على سبيل المثال أيها الإخوة الكرام، خلينا نفترض معاكم هذا المثال، واحد راح أكل أكلة سمك مليئة بالملح، ملح شديد جدا 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 جدا، ملح يتذكر انه شفاط للمي يشفط المي علشان يعادل التركيز. لما دخل الاكل هذا لمعدته، بعدين بعد ما اكل للمعده تبعته، دخل للمعده يعني، دخل للامعاء وبدا يصير امتصاصه وامتص للاوعيه الدمويه،
جالي هنا صار عندي تركيز ملح عالي جدا، ملح عالي جدا هنا، والله بده يشفط مي. من وين حيشفط مي؟ من الخلايا. هات لي مي، هات لي مي، هات لي مي. الخلايا هي اللي بتشعر في العطش. المريض يحكي لك انا عطشان، انا طول اليوم عطشان، خلايا فضيت منها المي، راحت وين؟ راحت لوعي الدمويه عشان تعادل التركيز العالي. رائع. طيب حطوا في بالكم اذا اذا سمحتوا هاي الشغله. الان هاي الخاصية اللي أنا بسميها في المحاليل، لما أنا بدي أعطي محلول معين يكون تركيزه زي تركيز الوعاء الدموي بالضبط بسميه آيزوتونيك، آيزو متساوي تونيك. يعني كلمة آيزوتونيك معناها المحلول اللي أنا حعطيه في الوريد لا حيطلع برا ولا حيشفط، هو مساوي للي هون، بس إنك بتزود اللي في المواسير. طب لو كان هايبرتونيك معناها حسحب. بالمناسبة محلول الهايبرتونيك أيها الإخوة الكرام، يعني على سبيل المثال زي الدكستروز اللي محلول في سلايم نسميه سكر وملح، يعني هو محلول بيكون سكر محلول في ملح. هذا المحلول أنا قبل ما أعطيه لمرضاي بحكي له أنت هلا حتعطش وحتحس أنه لسانك ناشف، فعلا المريض يصير يحرك لسانه في جفافه، بحكي له يجيبوا له مي. ليش؟ لأني عارف أنه هذا هايبرتونيك حيسحب من الخلايا المي لهون. متى ممكن استخدمه؟ تخيل ان عندي نقص شديد جدا في الفلويد جوا الوعاء الدموي، انا بدي ازود الكونسنتريشن هون، خليني اسحب من جوا لهون عشان اخلي مضخة القلب شغاله. الهايبوتونيك العكس، الهايبوتونيك لما انت تدخل السائل، السائل تركيزه خفيف جدا جدا اللي موجود هنا اللي موجود، وبالتالي اللي راح يصير الان هي عمليه النقل العكسيه، التركيز خفيف هون التركيز عالي فراح يدخل للخلايا. مثال مثلا على الهايبوتونيك اللي هو نص النورمال سلاين، نورمال سلاين 9/10% تركيز الملح فيه، 9/10%، هذاك 4.5 من 10%. طيب اذا هاي المعلومات لو سمحتوا حطوا لها في بالكم، حكيت لكم او هي طريقه النقل. بعض المعلومات الاساسيه برضو في الفلويدز بدي اياك تعرفها لو سمحت. في مرات تسمع كلمه كولويد وبتسمع كلمه كريستالويد، شو الفرق فيما بينهم؟ شو الفرق ما بين الكولويد والكريستالويد؟ اوكي، الفرق سهل ان شاء الله تعالى. هي نوعين من المركبات. الكولويد لما احكي لك اياه فكر في الشامبو، فكر في الكريم، فكر بكذا. الكريستالويد لما احكي لك اياه فكر في النورمال سلايد. الكريستالويد هو مذيب ومذاب وبس، تقريبا غالبا هيك يعني، مذيبات ومذاب، يعني مواد ذايبه جوا شيء فقط يعني. الكولويد هو عباره عن مركب معقد هيتروجينس، يعني مركب معقد كثير، الشامبو مثلا. الان نقطة في الطب احنا نستخدم اغلب الاشياء كريستالويدز، يعني النورمال سلاين شو هو؟ كريستالويدز. الرينجر لاكتيت شو هو؟ كريستالويد. الجلوكوز مش عارف ايش؟ كريستالويد. لعاد شو الكولويد يعني في الطب؟ خلينا دكتور في الطب شو هو الكولويد؟ كولويد زي الالبيومين مثلا، لو بدك تنقل لمريض البيومين هو نوع بروتينات بتنقل له كولويد. فاغلب الاشياء نحكي عنها احنا كريستالويد. الكريستالويد هم اللي بنقسمهم الايزوتونيك، هايبرتونيك، هايبوتونيك زي ما حكينا عنهم قبل شوي. خلينا نحكي عن اهم انواع الكريستالويد. مين من اهم انواع الكريستالويد؟ الايزوتونيك، ايزو يعني مساوي، والله النورمال سلاين رقم واحد. نورمال سلاين احنا بسميه نورمال سلاين او المحلول الطبيعي لانه محلول تركيز الملح فيه مساوي لتركيز الملح اللي موجود وين؟ اللي موجود في الجسم، بسميه ايزوتونيك. هذا في شغله ثانيه على سبيل المثال، في حاجه اسمها الرينجر لاكتيت لو انتم عارفينها، او اللاكتيتيت رينجر او الهارتمان سولوشن، هم نفس الشيء. اوكي، برضه بيكون هو ايزوتونيك. طب شو في اشياء ثانيه ايزوتونيك؟ في الدكستروز 5% في الووتر، يعني لو حطيت سكر بتركيز 5% لكن مذاب في ماء H2O هذا ايزوتونيك. فخلينا نحكي على الهايبرتونيك. هايبرتونيك لو ذوبت ال 5% سكر نفسهم في 9% سلايم، بدل ما ذوبهم في مي هيك صار عندي سكر نورمال سلايم، صار التركيز عالي، بصير هايبرتونيك، هو حيشفط من الخلايا للاوعيه الدمويه. كمان هايبرتونيك الثاني كمان انك تحط في مية وسكر، بس هاي المرة بتركيز 10%، برضو صار التركيز عالي حيصير هايبرتونيك. طب ايش مثال على الهايبرتونيك اللي بسميه هاف نورمال سلاين؟ هاف نورمال سلاين بيكون 4.5% يعني نص في 9%، يعني نسبة الملح اللي فيه نص نسبة الملح اللي هون، وبالتالي هو اقل من النسبة اللي موجودة في الدم، فحيصير الدم دلع يعني رفو يعني ماسخ في قلة ملح هون، فراح تروح
للخلايا اللي جوا، انت سيلر لا سيلر. هاي الاشياء لو سمحتوا حطوا لها في بالكم عشان تكون الامور واضحه. خلينا نروح للموضوع اللي بعده اذا سمحتوا، وهو موضوع الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، انا عارف انه مواضيع اليوم شوي تحسوها مشتته، هي كلها تندرج تحت بلاد اند نيوتريشنال سيرجري. صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم، هذول اهم ثلاثه يعني خلينا نحكي من المينرالز الموجوده عندي في الجسم. ركزوا معي الان في الشيء راح احكي لكم، يعني راح احكي لكم هون عن اسباب النزول، هون عن اسباب الطلوع، ليش يصير عندي هايبوناتريميا هايبوكاليميا هايبوكالسيميا، وليش يصير عندي هايبرناتريميا هايبركاليميا اند هايبركالسيميا. وممكن احكي لكم سريعا عن التريتمنت تبعهم، بس قبل هيك بدي انبهك لنقطتين. النقطه الاولى طبعا مش راح نحكي عن كل الكوزز، ولا راح نحكي عن كل الكوزز للهايبر والهايبر، هم كثيرين جدا وموضوع له شجون، لكن حكي عن بعض الاشياء المهمه جدا اذا سمحتوا لي. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، المهم نعرف المستويات الطبيعيه. طبيعي الصوديوم 135 ل 150 ملي ايكوفالنت لكل لتر. ملي ايكوفالنت هيك بتنكتب هاي الوحده، اكيد شفتوها قبل هيك. اوكي 135 ل 150، بعض الكتب بتقول لك ل 155، مش مختلفين. البوتاسيوم من 3.5 ل 5، بعضهم بيقول لك 5.3، برضه ملي ايكوفالنت لكل لتر، مش مختلفين. كالسيوم له اكثر من طريقه تقيسه فيها، لانه الكالسيوم موجود بشكلين، يا اما انه مرتبط يا اما انه مش مرتبط، فبنسميه الايونايز والنون ايونايز. ولكن عموما المجموع الكامل تبعه بيكون من 8.5 ل 10.5 ملي جرام لكل ديسيلتر. اوكي طيب، اذا هاي اول معلومه نعرفها. قبل ما نيجي لهالجدول بدي احكي لكم على نقطه حكيت لكم اياها واحنا بناخذ في الادرينال جلاند، بانه الالدوستيرون زيادته، حكيتها انا هاي المعلومه، بتزود الصوديوم وتنزل البوتاسيوم. هاي عمرك ما تنساها، وعمرك ما تنسى، وحكينا عن هذا الموضوع في الادرينال جلاند، انه انا عندي مرض اسمه كونز، كونز ديزيز، بيزود الالدوستيرون وبالتالي حيزود الصوديوم وحينقص البوتاسيوم. يعني لو واحد عنده كونز من الاخر، this is a cause of hypernatremia and a cause of hypokalemia. يعني هون في الكوزز وانا بحكي بتقدر تحط الكونز ديزيز هون هون هون، لانك انت هايبرناتريميا وهون هايبوكاليميا. وعكس الكونز عندي مرض اسمه اديسون، والاديسون كان نقص في كل الغده الكظريه بما فيها نقص الالدوستيرون، حيعكس الاديسون بينقص الالدوستيرون وبالتالي حينقص الصوديوم وحيعلي البوتاسيوم. سو الاديسون بتقدر تحطه هون وتحطه هون، هايبوناتريميا نقص هايبركاليميا. طيب خلينا نحكي سريعا عن بعض الاسباب الثانيه. شو اهم سبب للهايبوناتريميا؟ اهم سبب للهايبوناتريميا دايلوشنال هايبوناتريميا، يعني واحد شارب مي كثير، نسميه سودو هايبوناتريميا. اوكي او نقص الانتيك، الاكل فيهوش كثير صوديوم، او رينال لوس بمشاكل كلى عمال يخسر. هاي اهم اسباب نقص. اهم اسباب الزياده ديهايدريشن سودو هايبوناتريميا، واحد مش شارب مي كثير تركيز الملح حيزيد في جسمه، او زياده الانتيك، او الكونز ديزيز. اوكي وفي اسباب اخرى كثيره جدا. نيجي على البوتاسيوم، اهم اسباب النزول للبوتاسيوم. بدي اياك تعرف المعلومه الشديد الاهميه، حطها في بالك لو سمحت. نقص البوتاسيوم هايبوكاليميا مرتبط ارتباط وثيق جدا بالالكالوزيز، والالكالوزيز مرتبط ارتباط وثيق جدا بالهايبوكاليميا، بيحبوا بعض. هايبوكاليميا الكالوزيز، الكالوزيز هايبوكاليميا، والعكس اسيدوزيز هايبركاليميا، هايبركاليميا اسيدوزيز، يحبوا بعض، في ارتباط وثيق، ما قلتش ارتباط دائم بس وثيق جدا. وبالتالي من اهم اسباب الهايبوكاليميا از الكالوزيز. ثاني حاجه جي اي تي لوس، واحد صاير عنده جي اي تي لوس على سبيل المثال، عم بيصيبه لوس بسبب دياريا. كمان في عندي بسبب زياده الانسولين، الانسولين بيسوي انترسيلولار شيفت للبوتاسيوم، بياخذه من الدم، هاي كله بنقيسه في الدم، بنحكي هايبوناتريميا هايبوناتريميا في الدم مش في الخلايا، هو بياخذهم من الدم وبيدخلهم جوا الخلايا. من اهم اسباب الهايبركاليميا زياده الانتيك الاسيدوزيس، حكينا عكس الكالوزيس. وكمان يا سلام لو تحط لي هون اديسون ديزيز، صح ولا لا؟ ولو تحط لي هون كونز ديزيز. طيب كونز ديزيز تذكروا بيسوي هايبوكاليميا، الاديسون ديزيز بسبب هايبركاليميا. اوكي الكالسيوم اهم اسباب نقص الكالسيوم، حكينا عنهم بالتفصيل. الكالسيوم صديق الصدوق الباراثايرويد هرمون، سو نقص الباراثايرويد هرمون لاسباب المختلفه، سيرجيكال ريموف على سبيل المثال، او نقص الالبيومين، حكينا نقص الالبيومين يؤدي نقص الكالسيوم، حكيناه في درس الباراثايرويد، او الاكيوت بانكرياتايتس. ولعل المستمع الكريم ان ينتبه معي الى ما ساقوله الان، اكيوت بانكرياتايتس او التهاب البنكرياس الحاد، وهو مرض خطير بالمناسبه مع انه اكيوت،
لكن مرض خطير جدا يعني. acute pancreatitis يسبب الهايبوكالسيميا، ولكن الهايبركالسيميا هي سبب للأكيوت بانكرياتيتس. أعيد، علو الكالسيوم يخلي البنكرياس يلتهب، البنكرياس لما يلتهب ينزل الكالسيوم. أوكي، so hypercalcemia is a cause for acute pancreatitis. أوكي، لما يصير acute pancreatitis هو بيسبب hypokalemia. so من أسباب الهايبوكالسيميا من أسباب الهايبوكالسيميا هو acute pancreatitis. طيب شو الأسباب اللي تزود الكالسيوم في الدم؟ لو كان عندي bone disease وقاعد يصير عندي resorption أو تكسر في الدم فبيطلع كالسيوم كثير، أو لو عندي زيادة في parathyroid هرمون، أو لو عندي thyrotoxicosis. what؟ زيادة T3 وT4 شو علاقتها في الكالسيوم بس يا دكتور؟ شو علاقتها في الكالسيوم بس يا دكتور؟ والله علاقة مهمة جدا، والعلاقة كالتالي. هنا عندي العظمة زي هيك، العظمة فيها الخلايا تاعت العظم وبسميها osteocytes. osteocytes هي خلايا العظم نفسه. خلايا العظم هاي بتبنيها خلايا ثانية اسمها osteoblasts. يعني osteoblasts هي اللي بتصير osteocytes. أوكي؟ وعندي خلايا اللي بتهدم خلايا العظم هي osteoclasts. قلتم إياهم؟ كلهم osteo. sites هي الخلايا نفسها. blasts هي اللي حتصير الخلايا أو اللي بتبنيها. clasts هي اللي بتهد. في جسم الإنسان الطبيعي الكلاس بتهد السايتس والبلاس بتبني، في معدل طبيعي إنه يصير تجديد دائم العظم، هد وابني هد وابني بدون ما يتكسر العظم. زيادة التي 3 والتي 4 تروح للكلاست وتحفزهم، وتروح للبلاست وتنزلهم، وبالتالي يصير الهدم أسرع من البناء، يصير عندي أوستيوبوروسيس أو تكسر العظم، وبالتالي يصير عندي هايبركالسيميا. طيب إذن هاي أهم الأشياء، أهم الأعراض اللي تصير عندي يا جماعة الخير في الهايبوناتريميا والهايبرناتريميا، الأعضاء متشابهة، لكن هنا بينقص عندي الضغط، هنا بيزيد عندي الضغط. تذكروا نقص الملح يسبب نقص الضغط، زيادته زيادة الضغط، نقص الملح نقص الضغط، زيادته زيادة الضغط. الاثنين بيسووا CNS manifestations مختلفة. البوتاسيوم أيها الإخوة الكرام، نقصهم وزيادتهم بيسووا أتونيا والريذميا، الريذميا في القلب. وعلى فكرة هذا شيء طبيعي، إنه أنت الأملاح بدك إياها بمستوى معين، زيادتها ونقصانها حيسبب لك مشاكل. بالنسبة للكالسيوم، النزول تبعه يسبب لي عدة أعراض، من أهمها إذا متذكرين وحكيت عنها تروبوستيك ساين، وأتذكر إني فرجت لكم عنها فيديو كمان في الحصة السابقة، أرجع لها لو سمحت، والتروستو ساين اللي كنا بنربط الكف تبع جهاز الضغط وبنرفعه بصير تشنج في الإيد، كمان حكيت لكم عنها. هاي هايبركالسيميا، في الهايبركالسيميا يصير عندي هشاشة عظام، أوستيوبوروسيس، يصير عندي نيفروليثايسيس أو كني ستونز، يعني صوات كني ماسل ويكنس، يصير عندي بيبتيك ألسر. شو علاقة بس يصير عندي فرحة في المعدة في الكالسيوم؟ حكينا إنه الكالسيوم بيحفز الجاسترين اللي بيزود حموضة المعدة، فبيصير عندي قرحة. يعني هاي أهم الأشياء اللي بدي أحكي عنها هون. التريتمنت مش أحكي عنه كثير في هذا المجال، ممكن يكون موضوع باطني أكثر من موضوع جراحي. طيب الموضوع اللي بعده هو الأسيد بيس بالانس. الأسيد بيس بالانس حقيقة أنا هخليه لآخر الحصة، إذا كان لأنه أنا عندي يعني موضوع معين محتاج إني أسوي، إذا كان عندي وقت حشرحه اليوم، إذا ما كانش عندي وقت حشرحه في حصة بكرة مثلاً أو في حصة أخرى. الأسيد بيس بالانس، لأنه أنا بدي أشرح بالتفصيل، بدي الطالب يكون فاهم شو يعني الأسيد بيس بالانس، فاهمه عن جد، لأنه أنا بصراحة بزعل مرات لما أجي الطالب يقول لك هذا طلع وهذا نزل وهذا نزل وهذا طلع. أنا مش زعلان من هاي الميثود، ممكن أعلمك إياها كمان في يوم من الأيام، ولكن هاي الميثود تكون على التسريع بس، مش هي اللي بتحل فيها، لازم الواحد يكون فاهم يعني الفكرة، تحل فيها عشان تسرع. على كل حال حأجله للآخر، إذا كان عندي وقت حشرحه الآن، إذا ما كانش عندي وقت حشرحه الحصة القادمة. فخليني أروح عن الأسيد بيس بالانس، ومجهز لكم أنا مجموعة من الأسئلة اللي كنت على الأسيد بيس بالانس كمان. هيهم أيهم، مجهز لكم مجموعة من الأسئلة مبينة معاكم، أعتقد أنها مبينة معاكم، يس جهز مجموعة من أسئلة الأسيد بيس بالانس، ولكن إذا كان عندنا وقت إن شاء الله بنحلهم لما نشرح. خلينا نأخذ الآن موضوع ثاني وهو البادي ماس إندكس. البادي ماس إندكس، بادي ماس اندكس اللي احنا بنسميه المؤشر كتلة الجسم، هو شو الفكرة؟ زمان كان يحكي لك انه لو انت طولك 170 سنتي فوزنك المثالي 70 كيلو. كلام مش دقيق كثير بصراحة، بس هو قريب من الدقة، او قريب مش بس مش دقيق كثير يعني قريب شوي. هذا الكلام اللي كنت تسمعه في صالون البيت، ولكن خلينا نسمع الكلام اللي حنسمعه في صالون المستشفى، الكلام الطبي عادي. كلام الطبي انه بس بادي ماس اندكس لا يقاس بهذا الشكل. طريقه القياس تاعت صالون البيت، خذ الطول بالسنتيمتر ونقص منه 100 يعطيك الوزن المثالي. بادي ماس اندكس شوي مختلف،
وعلى فكره وان كان عليه كلام هذا على فكره يعني كمان برضو انه مش طريقه دقيق طريقه دقيقه ولكن خلينا نحكي عنها. البادي ماس اندكس احكي لك كيف يحسب وراح احكي لك بعض الاغلاط اللي بتغلط فيها. البادي ماس اندكس يحسب عن طريق المعادله اللي بتحكي لك بتحط فوق الوزن وبتحط تحت الوزن بتحط تحت الطول. الخطأ رقم واحد اللي بيغلط فيه كل الناس تقريبا بدون أي استثناء أنه بيحط الطول هنا بالسنتيمتر. فنفترض على سبيل المثال أنه واحد وزنه 100 وطوله 180، هذا الشخص اللي وزنه 100 وطوله 180 بيجي الشخص بيحط هيك بيقول 100 على 180 غلط. طبعا هو الطول تربيع هون والطول تربيع فيجي يحكي لك على 180 تربيع، هذا خطأ. ليش؟ ليش كتبتها طبعا عشان غلط يا دكتور؟ عشان ما تغلطهاش. شوف الغلط الآن وما تغلطوش. الطول لازم تحطه بالمتر، يعني هون يطلع 1.8 ولا المعادلة تطلع معك معادلة خرافية جدا. أنت متصور لو أنت ربعت 180 قديش حيطلع الرقم؟ والله خليني ربع لكم إياه هنا هون. 100 تربيع لو أنت ربعت الرقم حيطلع لك رقم مخيف، صح ولا لا؟ 180 ضرب 180 طلع لي 32400. فأنا لو قسمت 100 على 32400 راح يطلع لي رقم صغير جدا، طلع لي 0.004273 هذا كله غلط. وبالتالي الصحيح البادي ماس اندكس هو كالتالي. هاي البادي ماس اندكس انت بتحط فوق الوزن وبتحط فوق تحت الطول بالمتر، بالمتر مربع. طب الوزن ليش بالكيلوغرام؟ ناخذ نفس المثال السابق. الوزن احنا حكينا وزنه كان 100 طوله كان 180 سنتي، بس احنا حنحكي 1.8 اللي هي متر و80 تربيع. 1.8 ضرب 1.8 انا هيني بحسبها بالآلة الحاسبة عندي اعطاني الرقم 3.24 وفوق 100 نفسها. الان حقسم ال 100 على 3.24، 100 تقسيم 3.24 أعطاني الرقم 29.2. إذن البادي ماس إندكس 29.2. واحد يحكي طب دكتور شو معنى هالرقم؟ يعني 29.2 هي أمامي، ولكن ما معنى هذا الرقم؟ أتيجي أنت للمعلومة التالية علشان أنت تكون عارف شو معنى هذا الرقم بالضبط. شوفوا أيها الإخوة الكرام، لما يكون تحت ال 18، بعض الكتب تقول 18.5، أنا بعتبره أندر ويت، يعني وزنه أقل من المعدل الطبيعي. شو هو ال 18؟ مش الوزن، البادي ماس اندكس اللي انا طلع هسه معي 29.2. هل هذا المريض اللي كان عندي وزنه 100 وطول 180 اندر ويت؟ طبعا لا. طب اذا كانت ما بين ال 18 وما بين ال 25، بعض الكتب تكتب 24.9، هذا بيكون نوع. هذا هو المثال. طب هل هو 29.2 في هذا المجال؟ لا. اذا كان من 25 لل 30، بعض الكتب تقول 29.9 اللي هي نفس ال 30، هذا اسمه اوفر ويت اللي احنا بنحكي عنه مليان. اوكي؟ لو كان 30 وفوق بسميه أوبيز. الآن بعض الكتب بتفصل لك بيقول لك من 30 ل 40 بسميه أوبيز، وبعض الكتب بيصير يقول لك إنه من 40 ل 50 أو أكثر من 40 بسميها الموربيد أوبيزيتي أو السيفير أوبيزيتي، وبعض الكتب بيقول لك فوق ال 45 يعني السمنة القاتلة. الشخص هذا طلع 29.9، إذا هو على آخر حد الأوفر ويت وقرب على حد إنه يصير أوبيز أو السمنة. رائع، عرفنا كيف. خلينا ناخذ مثال ثاني، خلينا ناخذ واحدة سمباتيك هلا علشان يطلع معنا الفكرة. نفترض انه عندنا واحدة طولها كيف طول البنات عادة، خلينا نحكي طولها 160 ووزنها على سبيل المثال 53 كيلو. خلينا نجي نحسب هاي الست، راح نحط الوزن فوق اللي هو 53 على حط 160 ولا 1.6 1.6 تربيع، راح اربع عندي بالآلة الحاسبة 1.6 1.6 ضرب 1.6 بيعطيني 2.56 وفوق 53 زي ما هي. الآن حنقسم 53 تقسيم 2.56 6 اللي هي 56 أعطاني الرقم بالضبط 20.7. تذكروا هاي بين ال 18 بين 25 سوية في الوزن المثالي. اتفقنا؟ هاي طريقة حساب البادي ماس اندكس. معلومة جراحية في البارياتريك سيرجري أو جراحات السمنة، بنحكي إنه الشخص مؤهل للجراحة إذا كان إذا كان البادي ماس اندكس 7 فوق ال 35 زائد لل 40، يعني بين ال 35 وال 40 زائد مشاكل صحية زي دايابيتس ميليتس، هايبرتنشن، ضيق نفس إلى آخره، وفوق ال 40 حتى لو ما فيش مشاكل صحية ومؤهل لعملية البارياتريك.
طيب نيجي نحكي الآن على موضوع جديد وهو السكين سيرجري. احنا كنا حكينا انه احنا في السكين سيرجري بدنا نحكي عن ثلاثة اشياء، الكانسر والانفكشن وبعض الاضافات. خلينا نبدأ نحكي عن الكانسر. ايها الاخوة الكرام، السكين كانسر في عمومه او سرطان الجلد هو سرطان يحدث غالبا بالتعرض لأشعة الشمس. يا دكتور التعرض لأشعة الشمس مفيد؟ مفيد، ما حدش حكى لا، ولكن تزيد نسبة احتماله بالتعرض الطويل لأشعة الشمس، خصوصا عند الناس الشجر، اوكي، اللي هم بسموه فير سكين وبلوند، يعني شعرهم اشقر ولون سكين تبعهم فاتح. كل ما يزيد درجه بياض الشخص ودرجه شقاره تزيد احتماليه انه يصاب بسرطان الجلد، وكل ما يتعرض للشمس اكثر تزيد احتماليه انه يتعرض لسرطان الجلد. حطوا ببالكم هاي الشغله. سرطان الجلد انواع، بس احنا قبل ما احكي لكم عن هاي الانواع، ولا احكي لكم عن انواع على طول، بديش افوت في التفاصيل، كنت احكي لكم عن طبقات الجلد، مش الثلاث اللي حكيت لكم عنهم قبل هيك اللي هم الديرمس والهايبوديرمس والهايبوديرمس، كنت احكي لكم عن طبقات الخمسه تبعت الابيديرمس اللي هي اول طبقه، بس خلص ما في داعي. طب انا عندي هون حاجه اسمها البيزيلوما او باسمها بيزل سيل كانسر، وعندي حاجه اسمها سكويمس سيل كارسينوما، وعندي حاجه اسمها الميلانوما. طب خليني اصغر خطي علشان اكتبهم كلهم، اذا واحط لكم لون مختلف، هذا اللون مختلف. اذا انا عندي بيزيلوما او بيزل سيل كانسر، بيزيلوما اوكي، وعندي سكويمس سيل كارسينوما، وعندي الميلانوما. هذول اهم ثلاثه او الثلاثه الموجودين في السكين كانسر. لاحظ معي انت لما حتلخبط ممكن تلخبط هذول الاثنين في بعض، ولكن عمرك ما تلخبط الميلانوما معهم. الميلانوما لما تفكروا فيها فكروا في الشامه، بيسموها في دول الخليج الخال، اللي هي الحبة اللي بتطلع على الوجه، بتشبهها جدا. يعني انت الميلانوما تفرقها عن الشامة، يعني تحكي هاي الشامة هل هي شامة طبيعية ولا هل هي ميلانوما سرطان جلد، بيشبهوا بعض. يعني لو فرجيتك صورة ميلانوما على سبيل المثال، هاي صورة ميلانوما، انا مجهز لكم الصور، هاي صورة ميلانوما، اوكي، شوفوا شوفوا صورة الميلانوما، ما الطفها ما احلاها، انت تفكرها ممكن تكون شامة، تشبه الشامات، تشبه الشامات يسموها الخال في دول الخليج. اذا هي تشبهها، كيف نفرق فيما بينهم احكي لك الان، ولكن اذا هي تشبه الشام فعمرك ما حتخربطها. لكن سكويمس سيل والبيزيلوما بيشبهوا بعض. خلينا نشوف صورهم اول شيء. انا اشوف صور البيزيلوما، البيزيلوما هيها طلع علي، طلع علي، هذا سكين كانسر اسمه بيزيلوما، بس اوكي، ذس از بيزيلوما، كان يو سي، اوكي. طب خلينا نشوف السكويمس سيل كارسينوما، سكويمس سيل كارسينوما، اوكي، سكويمس سيل كارسينوما هذا، بس خليني امسح الريد اللي فاتت واحط ريد جديد. هاي سكويمس سيل. دكتور شوي بيشبهوا بعض، الميلانوما مختلفه، انا عارف، فخلينا ناخذ الفروقات الاساسيه فيما بينهم. البيزيلوما او اسمها الثاني بيزل سيل كارسينوما، او اسمها الثالث ايها الاخوه الكرام، لازم تعرف كل اسمها، يعني لازم تعرف اسمها اللي هو البيزيلوما، وتعرف اسمها الثاني هو البيزل سيل كانسر، وتعرف اسمها الثالث اللي اسمه الرودنت انسر، اوكي، ثلاثه هذول من اسماء البيزيلوما. سكويمس سيل كارسينوما بنسميها المارجولين او المارخولين كارسينوما، هيك بتنكتب مارجولين، اوكي، مارجولين او مارخولين كارسينوما، تمام، هاي من اسمائها. كيف افرق فيما بينهم؟ رقم واحد، الاثنين اكثر شيء بيطلعوا في الوجه. احد التفريقات اللطيفه انه البيزيلوما غالبا بتطلع من فوق الابر ليب، يعني زي الصوره اللي شفناها كان طالعه الانف. سكويمس سيل كارسينوما من اللور ليب وتحت، فغالبا تطلع على الشفه، وبيطلعوا على الايدين، بيطلعوا، بس انا بحكي انه الوجه لانه متعرض كثير للشمس. فهاي الفرق الاول، مين موست كومون؟ البيزيلوما موست كومون. بالمناسبه بالاسم، ليش اسمهم؟ البيزيلوما ماخذ الطبقه الدنيا من الطبقه الاولى من الجلد. اضطر احكي لكم، الجلد ثلاث طبقات، ديرمس، هايبوديرمس، ايبيديرمس. الايبيديرمس نفسه خمس طبقات، البيزيلوما بتاخذ من الطبقه التحتانيه، هاي الطبقه اللي تحته. سكويمس سيل كارسينوما بتاخذ من الطبقه اللي فوق، وهي سكويمس سيل، فعلشان هيك هاي سكويمس سيل، والبيزيلوما علشان هيك هي اسمها بيزل في القاع. الميلانوما طبعاً بتاخذ من الميلانوسايتس، خلايا الصبغات، وهي موجوده في البيزل سيلز، بس خلايا مش كل الطبقه، خلايا الميلانوسايت سبعة تصبغ، اوكي؟ طيب بس حبيت عشان تفهموا الاسم يعني. طيب الان نيجي نحكي مين الموست كومن سكين كانسر؟ بيزيلوما. طيب مين فيهم كيف بينتقلوا؟ شباب البيزيلوما نادرا جدا انه يصير له
ميتاسيسز يعني ينتقل لبعيد يعني يروح لعضو بعيد. سكويموس سيل كارسينوما برضو نادر بس احتماليتها اكثر من البيزيلوما، لدرجة بعض الكتب تقول لك البيزيلوما ما بيسويش ميتاسيسز اصلا، وهذا رير في الميتاسيسز وهذا كومن في الميتاسيسز. ما هو الميتاسيسز؟ انتقال الورم من عضو لعضو، يعني يطلع من السكن يروح للليبر مش للي جنبه، لكن كلهم لوكالي انفيزيف يعني كلهم بينتشروا للي حولهم مباشره. اتفقنا على هاي النقطه؟ متفقين؟ طيب رائع جدا جدا جدا. خلينا نحكي برضو بعض الاشياء الرئيسيه. الان البيزيلوما لما نيجي نوصفها بنسميها كانها واكسي بينك، يعني كانه عندي إشي زهري زي اللي شفناه على الانف، واكسي يعني متشمع، نوديولز نتوءات طالعه بهذا الشكل، او مرات بنحكي انهيلد ألسر. تعريف البيزيلوما انهيلد ألسر يعني عندي قرحه مشاض الطيب يا اخي، الا شهر وشهرين مشاض الطيب، فهاي غالبا بيزيلوما. بينما السكويموس سيل كارسينوما غالبا بيجي تعريفها بشكل شوي مختلف، فبنحكي انه السكويموس سيل كارسينوما هي بتكون عباره عن ليجن فيها ألسريشن بس فيها فريكوينت سكيلينج. سكيلينج يعني تساقط او تقشر الجلد، بيظل يتقشر يتقشر يتقشر. طبعا في تفصيلات كثيره اخرى لكن مش راح احكي عنها هون، ان شاء الله تعالى انه تكون يعني فوق هذا المستوى زي الشكل تحت الميكروسكوب. كيف اشخصهم؟ الثلاثه التشخيص الدقيق انه خذ خزعه، بيوبسي 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 اكسجينال بيوبسي. هاي النقطه المهمه جدا. هنيجي على الميلانوما. الميلانوما احنا حكينا ما بنشبههم هذول في بعض، لكن احنا بنشبهها غالبا في النيفس، نيفس اللي هي الشامه. اوكي كيف افرقهم عن النيفس؟ يعني نيفس اسف يعني اريد افرق شامه، واحد عنده شامه يحكي لي دكتور هاي ميلانوما ولا شامه؟ بنفرقها بال A B C D E. شو يعني دكتور هالكلام؟ أنا هحكي لك. يعني راح أحط هنا ميلانوما وراح أحط هنا نيفس أو شامل. أول إشي، أول إشي رقم واحد ال A اللي بسميه أسيمتري. النيفس بتكون سيمتريكال. هاي كل علامات ال A B C D علامات ميلانوما. شو يعني؟ النيفس بتكون سيمتريكال. خليني آخذ مثال. إذا افترضنا إنه هاي يا جماعة الخير نيفس، تخيل اني انا اخذت خط وقسمته بالنص، هذا النص يشبه هذا النص، في تماثل. الميلانوما يكون فيها اسيمتري غالبا، يعني تجد هيك مثلا. تعال انا خليني اقسم من النص مثلا، هذا الشكل لا يماثل هذا الشكل. اذا الميلانوما غالبا تكون اسيمتريكال بينما النيفس تكون سيمتريكال. اوكي رقم واحد ضروري سيمتريكال 100%. طلع انا ما رسمتش مربع وقسمت لك اياه، بس المهم انه في سيمتري، في تشابه. اذا هاي النقطه الاولى. الثانيه بوردر ايريجولاريتي. شو يعني بوردر ايريجولاريتي؟ هون في النيفس غالبا يكون البوردر ريجولر، يعني البوردرز تكون نفس ما احنا رسمينها ريجولر. هون لو بدي ارسمها اوضح تكون هيك البوردر طالع. دير بالك هاي غير الاسيمتري. الاسيمتري انت بتقارن النظيرين في بعض، قارن هذا بهذا. البوردر ايريجولاريتي عدم انتظام البوردر، عدم انتظام المسطح تبعها، طالع نازل طالع نازل. هذا شوف جاي ماشي كويس. تمام. رقم ثلاثة سي الكالر فاريشن. النيفس غالبا تلاقيها كلها لون واحد، نفترض انه لونها مثلا هذا اللون، تجد انه كلها متلونه تقريبا نفس اللون، انما هون تجد هون لون غامق، وتجد انه هون لون فاتح، بعدين تجد انه هون لون اغمق شوي. اذا في كالر فاريشن، في اختلاف في اللون. رقم دي الديامتر تبعها او القطر تبعها اكبر من 6 مل. للي مش عارف ال 6 مل يعني اكثر من نص سنتي بمل واحد، السنتي 5 مل فهي 6 مل. واحد يحكي دكتور هاي كيف اقيسها؟ بمسطره. يعني تلاقي الدكتور حاط مسطره، اي نعم الدكتور حاط مسطره وقاعد بيقيس. اذا هاي الدايمتر. اوكي اخر شيء الايفولوشن وذ تايم. الايفولوشن هو التطور. اوكي قابليتها للتطور، هل هي بتتطور ولا ما بتتطورش؟ احنا كان عندنا تشارمندر بيصير تشارمليون بعدين بيصير تشاريزارد، إذا عارفينه هذا الفوكم. إذا هو قابل للتطور، ولكن في أشياء غير قابل للتطور. النيفس غالبا هي اللي أنت انولدت فيها، هي الموجودة هلا لا تتطور، إنما هاي قاعدة تكبر وتصغر وتتغير وبتروح وبتيجي. خلينا نطبق الـ ABCDE على الصورة اللي عندنا إياها للميلانوما ونشوف. هاي ميلانوما، طلعوا معي أول إشي إنه أنا لو رسمت خط طبعا أنا عندي أسيمتري. هل هذا الشكل يشبه هذا؟ لا. رقم اثنين طلع كيف عندي ريجولر ايريجولاريتي، بوردر ايريجولاريتي، طلع كيف نازل وطالع نازل وطالع. من هون في شويه ريجولاريتي، راحت الريجولاريتي، طلع من داخل وطالع. السي كلر فاريشن، طلع هون كيف غامق اللون، طلع هون كيف غامق،
طلع كيف هون متوسط في الغمق وطلع هون كيف فاتح. الدي دايمتر لو حطينا مصدر وقصناه حنجدها اكبر من 6 سم. اوكي، والاي انها بتريفولوشن وذ تايم. هون هي عندي صوره مقارنه بين المول العاديه او النيفس العاديه والاب نورمال نو اسيمتريكال. طلع هاي سيمتريكال، هاي اسيمتريكال، ايفن بوردرز، هاي ان ايفن بوردرز او ايرريجولار بوردرز، وان كلر، هاي كلر فاريشن، طلع الوان. الدايمتر ربع انش اللي هي 6 سم تقريبا، هاي اكثر من 6 سم، وهاي بتيفولف بتتغير changing color shape and size، وهي زي ما هي ثابته طول عمرها. هاي اهم الاشياء في السكن كانسر. وناس السكن كانسر is the most common solid cancer بعد organ transplantation. احنا قبل شوي حكينا organ transplantation، لو مريض حيصير عنده كانسر فغالبا ممكن يصير هو السكن كانسر، ممكن يصير كمان لمفوما، بس السكن كانسر هو الكانسر السوليد اللي بنسميه. طب خلينا نحكي عن الانفكشنز، وهون بالانفكشنز بدي احكي عن موضوعين اثنين فقط لا غير، هو في مواضيع ثانيه بس انا حكي عنها هم اثنين، السيلولايتس والاريسيبيلس. الاثنين ايها الاخوه الكرام هم التهابات في الجلد، انا لسه في موضوع الجلد، الاثنين بينفول، الاثنين مؤلمين، سو الاثنين انا عندي الاثنين نان سبيوريتيف، نان سبيوريتيف يعني ما بيطلعوا بس، بيطلعوش مده. اذا لو عرفت الاثنين السيلولايتس تحكي ات از بينفول نان سبيوريتيف انفلاميشن اوف ذا سكن، طب اريسيبيلس painful non-suppurative inflammation of the skin. لا عاد شو الفرق فيما بينهم، شو الفرق فيما بينهم؟ شوفوا اشياء السيبيلس غالبا بياخذ الطبقات العليا من الجلد وشويه لمف معها، اذا شويه لمفاتكس مع الطبقات العليا، السيلولايتس بياخذ ديب، علشان هيك السيبيلس دائما بيكون ويل ديفايند. شو يعني ويل ديفايند؟ يعني لو هاي رجل تلاقيه عليها ماخذ شكل محدد، السيلولايتس تلاقيه والله ما انت عارف وين مبلش وين مخلص، مش واضح. سو هاي ال ديفايند وهاي ويل ديفايند. السيليولايتس أيها الإخوة الكرام بنعالجه معالجة عادية. الإريسيبيلس بدي إياكم تعرفوا هاي الفكرة عنها is highly contagious. highly contagious معناها لازم أعمله isolation. اللي بشخصه بإريسيبيلس بدخله على الايزوليشن، يعني بعزله عن المرضى. شوفوا علي برضو أنا جهزكم فرق في بين الثنتين. هي السكن تندرس بالصور، يعني انتم اكيد عارفين هاي الفكره، عشان هيك انا حطيت لكم صور. اذا هاي اريسيبيلس، سو هذا painful non suppurative ما بيطلع بس inflammation of the skin، بس it is superficial. اتذكر انه superficial جاي سطحي بياخذ شويه lymphatics. اتذكر انه well defined، يعني اطلع انا ممكن ها احدد لك مكان بدء ومكان انتهاء الاريسيبيلس. هذا بيحتاج عزل يا جماعه، highly contagious، معدي جدا. بينما السيليولايتس انه بياخذ جوا برضه painful non suppurative، بس ما بياخذش هو، بيجي جوا، اوكي بيجي جوا السكن. هذا بنيجي بنحكي انه ال ديفايند، ما هواش ديفايند كويس، ما بيحتاجش ايزوليشن. اذا حطوا في بالكم لو سمحتوا هاي المعلومات عشان نكون متفقين عليها. اخر شغله بدي احكي حاجه فيها في السكن اذا سمحتوا لي، وهي كلاسيفيكيشن اوف وونز. وهنا قصدي في الكلاسيفيكيشن اوف وونز مش قصدي انواع الريبير اللي هي برايمري وسكندري، وان كانت هاي قد تكون مهمه، ولكن طب واسع، انا بحاول انتقي اهم الاشياء. Classification of surgeries أو الوونز اللي أنت حتسويها في السيرجري بقسمها لكلين أو جرح نظيف ولكلين contaminated، نظيف بس يعني مش قوي contaminated زي ما بيحكوا، أو لcontaminated يعني لا موجود في أشياء، أو infected نفسه أو بسميه dirty، infected أو dirty. هاي التقسيمة إحنا بنسويها ليش؟ أول شيء بسوي التقسيمة، سؤال منطقي، إحنا ليش نسوي التقسيمة؟ زي لما كنا نسأل زمان ليش في علم اسمه علم الإعراب في اللغة العربية؟ شوف هاي تعرف إنه هذا فاعل ولا مفعول به ولا منادى ولا مضاف له، عشان أضبط الأواخر. أنا مرات بكون بلقي في خطبة مثلا أو بكتب في مقال وأنا مش عارف أحكي يا أبا ولا يا أبي ولا يا أبو محمد، فأتذكر إنه المنادى منصوب وأبا من الأسماء الخمسة وبالتالي ينصب بالألف، أحكي يا أبا. إذا هذا هو سبب علم الإعراب. الآن شو سبب هذا العلم إن أنا أقسم الجروح لأنواع؟ السبب إني أنا أكون عارف شو نسبة احتمالية العدوى بعد العملية، وبالتالي يختلف في إجراءات المضاد الحيوي والتنظيف والتسكير وكل شيء. الجروح اللي كلين اللي نظيفة، خلينا نفترض زي هارت سيرجري، أنت داخل لو واحد سوي عملية هارت بتفتح في مكان نظيف والعملية نظيفة ومش راح تفتح أي ميوكوزا تدخل عليها ولا مكان المفروض يكون فيه بكتيريا. طب خلينا ناخذ مثال على كلين كونتامينيتد. انت داخل تسوي عمليه في البيلياري تراكت، يعني داخل تسوي عمليه البيلياري تراكت اللي مش عارف اللي هو البيلياري سيستم، اللي هو الجهاز اللي او القنوات المراريه اللي هي القناه اللي ماشيه ما بين الصفره والبنكرياس ورايحه على الانتستين. انت داخل تشتغل الان ما فيش عندك التهاب،
ولكن وانت داخل عم تفتح ميوكوزا الممبرين وعم تفتح انت في بيليري تراكت، وهناك قد يكون في كونتامينيشن، ممكن يكون في عندي التهابات. طب شو الكونتامينيتد؟ ده لو انت شغال في الكولون، ما هو الكولون فيه بكتيريا كثير، احنا عارفين الكولون مليان بكتيريا، ولكن دير بالك البكتيريا مش مسويه انفكشن. طب شو الانفكتد؟ ديرتي وود. تخيل انت بتشتغل في عمليه جول بلادر امبييمه، هاي المره هيك شغال انت قريب من اللي قبل شوي كانت كلين كونتامينيتد، قريب على البيليري سيستم، شغال في الجول بلادر بس امبييمه، يعني هي مش بس فيها بكتيريا والبكتيريا مطلعه بس. عشان هيك مثلا الابندكس، لو انا شغال في ابندكس لحالها بشيلها لاي سبب، مثلا فتحت البطن وبشيلها الابندكس، وانا ممكن اعتبرها كلين كونتامينيتد. ولكن لو كانت ابندسايتس، يعني هي ملتهبه، ويا سلام لو مطلعه بس كمان، هاي انفكتد. فهمتوا علي؟ فهو نفسه يختلف يعني اذا حسب الوضع. هاي بقسمها التقسيمات، بيجي مره عليها سؤال يحكي لك مثلا الثايرويد سيرجري ايش هي. مثلا الثايرويد سيرجري موست بروبابلي هي كلين، تمام، غالبا هي كلين، يعني مش من المشاكل اللي فيها مشاكل. يجي يحكي لك طيب شو رايك مثلا في انوركتال، بعد الشغل في الانس، شو رايكم هل الانس كلين؟ طبعا لا، ايش هو كونتامينيتد زي الكولون وهكذا يعني. فخلي في بالكم هاي الاشياء اذا سمحتوا. تمام. طب نفترض لو انت بدك تشتغل في عمليه لايبوما على سطح السكن. لايبوما هي عباره عن يعني ورم في الفاس، اذا صح التعبير، يعني ما فيش بكتيريا ولا انفكشن، وانت على الجلد على السكن كلين، حتنظف تنظيف كويس وتشتغل، يعني نسبة احتماليتها إنه يصير فيها التهاب خفيفة جدا وهكذا. سو مش غلط إنك تشوف إكزامبلز لكل واحدة فيهم عشان تترسخ عندك الفكرة أكثر. بدي أحكي الآن على اليورولوجي، واليورولوجي اللي بدي أحكي فيه يورولوجي، أحكي عن موضوعين اثنين فقط لا غير، عشان زي ما حكيت لكم باقي الموضوعات موجودة. الموضوعات حكي عنهم هي التستيكولار تورشن والأكيوت أبيديمايتس. شو معنى هالكلام؟ ركز معي كويس إذا سمحت. أنا في عندي كيس هنا اسمه كيس الصفن، بسميه بالإنجليزي سكروتم. السكروتم في داخله عندي تسس واحدة وواحدة ثانية. التسس في فوقيها هون، التسس الناس عارفينها بس بيعرفوش المخلوق العجيب الموجود فوقها هون. المخلوق العجيب هذا اسمه إبيديدمس. أوكي، إبيديدمس. إذا ما هو الإبيديدمس؟ طبعا ما احكي بيعرفوش، بحكيش عنكم، انا عارفكم شطار، كل حدا بيسمعني شاطر، لكن هو اقل شهره من التستس. الابيديدمس موجود فوق هنا، كمان نازل عندي من فوق هون حاجه اسمها السبرماتيك كورد. اوكي، سو السبرماتيك كورد، السبرماتيك كورد نازل من فوق، عندي سبرماتيك كورد هون وسبرماتيك كورد هون. طبعا اذا صار عندي سبرماتيك كورد، سبرماتيك كورد اللي هو في الارتيز والفين وفي الفاس ديفرنس، تمام، سبرماتيك كورد وعندي ابيديدماس وعندي تيستس. راح احكي الان عن موضوعين، الموضوعين بيشبهوا بعض، حاحكي لكم ايش الموضوع الاول. التهاب هاي بسميه اكيوت ابيديدمايتس، اكيوت حاد ابيديدمايتس زي اكيوت تونسيلايتس، التهاب التونسيل، او تستيكولار تورشن، ومعناها الحبل هذا اللي نازل من فوق يلف حوالين نفسه، وبالتالي هو جواه ارتريز اللي مغذيه، فيصير عندي نقص للتروية. ليش حنحكي عن هذول الموضوعين مع بعض، التهاب الابيديدمس والتورشن؟ لأنه الاثنين بيجوا بنفس الأعراض، مش نفسهم تماماً، في تشابه، ابيديدمايتس والتورشن. شو هي الأعراض دكتور اللي بيشبهوا بعض؟ الاثنين بيجوا لك painful swelled scrotum، يعني الاثنين بيجوا بحكوا لك أي وفي عندهم انتفاخ في السكروتم. هذا وجه التشابه بين الاثنين، سواء التهاب ابيديدمايتس أو التهاب التورشن. الآن السؤال كيف أفرق بينهم طالما هم الاثنين بيشبهوا بعض؟ خلينا نأخذ أمور الطريق اللي كويسة. تورشن غالبا بيكون عند الشخص فاميلي هيستوري، يعني أبوه أو أخوه قبل هيك صار له تورشن، أو بيكون في عنده، وهي نقطة مهمة كمان جدا جدا، تستيكولار تورشن في وقت سابق، يعني مش فاميلي هيستوري ونفسه صار له تستيكولار تورشن سابقا. مرات تكون إيديوباثي. إبيديدمايتس غالبا نتيجة أيها الأخوة الكرام بعد إنفكشن أو بعد تروما، مرات تروما تسبب التهاب. رائع جدا. كيف الفرق بينهم يا دكتور في العم في الشكل في التشخيص؟ شوفوا، تتذكروا السبرماتيك كورد اللي كان نازل من فوق؟ هنا في التورشن بيكون السبرماتيك كورد أيها الأخوة الكرام نون تندر، يعني لو تمسكه ما يوجعش، هنا يكون تندر، علامة فارقة. واحد يحكي يا دكتور ما انت حكيت لي اثنين بينفول، السكروت الاثنين بينفول، وجع تحت سيرماتيك كود، الطبيب لما يجي يحسه هون يجده يحكي له ها تألم، او يطلع على عينين المريض ايش ألم هون، لانه المريض ممكن يكون صغير بالمناسبه هون. انما هون بيكون بيجي غالبا في التيب، يعني في الادوليسنس او التينز، يعني المراهقين، هون بيكون تندر، في عندي التهاب.
هذا الفرق الأول. الفرق الثاني مهم جدا جدا، تتوقع وين الحرارة موجودة، الفيبر وين موجودة؟ طبعا فيبر هون. أوكي، إذا نتذكر هون صار عندي فيبر تندرنس لما تلمس السبيرماتيك كور. في فرق هنا، يعني هذول الفرقين هون موجودين، تندر وفيبر. هل في فرق ممكن نضيفه للتورشن؟ تلاقي هاي هوريزونتال تيستس. شو يعني؟ الحبل لما يكون نازل السبيرماتيك كورد يعني بيكون ماسك التستس لتحت بالطول، لما يلف حوالين نفسه تجد ان التستس طلعت لفوق بفعل قصر الحبل لانه لف حوالين نفسه وتكون هوريزونتال بالعرض. اتخيل يويو، لو عارفين يويو هاي اللي هي تكون خيط وفي داخله شغله، لو لف الخيط بتقصر هاي لفوق. لا حياء في العلم، انا مش بنكت، انا بحكي الفكره عشان تفهمها. اذا التستس تجدها هوريزونتال جاي بالعرض ومرفوع على فوق، هاي من علامات انه في عندي تورشن. تمام يا شباب؟ اذا هوريزونتال هاي تيستيكل. الان لو بدي اسوي لهم فحص، لو انا سويت دبلر، وهو الدبلر اللي هو حيشوف لي شو اخبار التروية الدموية، حجدتها واقفة هون لانه لافف حوالين نفسه، انما هون حلاقي الدم ماشي ما في مشاكل. مظبوط ولا لا؟ 100%. الان شو العلاجات تبعتهم؟ طبيعي انه هذا حسوي له انتبيوتيك ومش محتاج لسيرجري التهاب، يحتاج سيرجري بس لو صار عندي فحص. بالمناسبة once pus open، القاعدة تقول once pus open. تمام؟ ممكن الابديدمايتس لو ما تعالجت تنتشر التستس نفسها فتسوي أوركايتس. بالمناسبة التستس بنضيف لها كلمة أوركيو. كيف يعني؟ يعني زي ما بنحكي lung pulmonary kidney renal liver hepatic testis أوركيو، فبنسميه أوركايتس. أوركايتس معناها التهاب في التستس. الابديدمايتس ممكن يسبب أوركايتس لو انتشر لها. طيب إذا هون العلاج عرفنا بأنتيبيوتيك، وممكن نفتح جراحة بس لو في باس. قاعدة جراحية تقول one pus or once pus open، في باس افتح. Once abscess open، آسف. Once abscess open، لما يكون في عندي abscess يعني جواه باس افتح. تورشن طيب شو سويها؟ أول شيء عندي طريقة بنسميها المانيوال ديتورشن. مانيوال ديتورشن إنك حاول فكها في إيدك. الجراح تاع المسالك الشاطر يحاول إنه يفكها بإيده، يعني اللف اللي هون لافت حبل حاول من برا. لو ما زبطتش بتدخله عمليات. ركز معي الآن في اللي هحكيه. العملية اللي حتسويها أنت طبعا حتفك الديتورشن. شو يعني؟ يعني حتفك اللف، حتلفه بيدك وفكيته، أنت فتحت الآن قدامك سهل. لكن الآن هل التستس أخليها ولا أشيلها؟ والله لو التستس ماتت، يعني الدم انقطع فترة طويلة لدرجة أنها ماتت، خلص شيلها، نسوي عملية اسمها أوركيوتومي. ذكر أوركيوتومي معناها هتشيل كوتومي، هتشيل تيسس وتخلي تيسس الثانية. الانفيرتيليتي حتكون شغالة ما في مشكلة، تيسس الثانية بتعوض، هتسوي أوركيوتومي. ذكر معاي كيف طبعا تعرف هاي قصة باللسترينج، اللمعة عايشة مش لمعة مش عايشة، بتسوي جرح صغير، إذا نزف الجرح معناها عايشة، إذا ما نزفش يعني لها قصة. ولكن أوركيوتومي لو هي مش عايشة، طب لو كانت عايشة ألفها وسكر وطلع؟ لا، ما طلعش. بتسوي أوركيو برضو. تومي يا دكتورة شيلها وهي عايشة؟ لا، ما حكيناش تومي. أوركيو بيكسي، بيكسي في الطب معناها ثبت. عشان حكي أنه هذا الشخص غالباً فاميلي هيستوري، يعني غال أو هو هيستوري شخصي، غالباً اللي تلف عنده مرة معناها هو عنده سبب أنه تضلها تلف، عشان هيك بنثبتها. خلص فكي نثبت. كيف طريقة التثبيت جراحياً؟ إذا بدك أكتب أوركيو بيكسي في اليوتيوب يطلع لك شكل تثبيت. شوف الفن علشان تنتبه. طب الثاني اللي هي محترمة وما لفتش ولا سوت أي شيء، برضو بتسوي لها أوركيوبيكس. ما هي ما لفتش يا دكتور، بس أنا خايف إنها تلف. صار عندي احتماليات، يا إما هي ماتت حسوي أوركيوتومي for the affected site and أوركيوبيكسي for the other، وثبت الثانية. يا إما عايشة I will do أوركيوبيكسي for both، ثبت الثنتين. طب هذا نهاية موضوعنا اليوم. هو ضل acid base balance. acid base balance أنا مضطر إني أطلع الآن، لكن لازم أشرح لكم إياه. هحاول أشرح لكم إياه في أي وقت وأنزل لكم محاضرة عن acid base balance، ما في مشكلة. على كل حال، على كل حال إن شاء الله تعالى في عندنا المحاضرات القادمة كلها مسجلة، فإن شاء الله تعالى هحاول أنزل لكم إياها ولو ببعض التعديلات. الله يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.